كابتن حماد عبد اللطيف منورني. كابتن خالد ازيك، والف الف مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. كان سنه صعبه شويه، البدايه ما كانتش حلوه، بس النهايه كانت ولا احلى نهايه، نهايه سعيده، نهايه جميله. ولازم نشكر طبعا المسؤول الاول في نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، اللي عمل شغل طبعا 10 من 10، وفر كل شيء للفريق. لازم اشيد بدور امير مرتضى منصور، يعني برضك امير عامل شغل كويس قوي. وانا دايما بحب خالد الناس اللي تشتغل كتير وكلامها قليل، امير من النوعيه دي، متزن، كلامها متوازن، متزن. اما بيطلع بيتكلم الكلام المفيد، مختصر بس مفيد. فلازم اشكره لانه كان ليه دور مهم جدا. ولازم طبعا مستر فيريرا طبعا المدير الفني، واللعيبه والجهاز الفني كله طبعا، والاداري والطبي، وطبعا جمهور نادي الزمالك العظيم. بس طبعا الشكر من البدايه للمستشار مرتضى منصور. ليه؟ لان انا بشبه قصه بطوله السنه دي بفيلم سينمائي. البدايه ما كانتش حلوه، لا قصه حلوه ولا السيناريو حلو ولا الاخراج حلو. فاعتقد ان المستشار مرتضى بعد عودته هو اللي عمل فينش كويس للسنه الجميله دي، اللي عمل تغييرات، جاب مستر فيريرا، ادى صلاحيات كويسه لامير مرتضى منصور. يعني كل النادي بقى كان بيحب بعض السنه دي. احنا ما بناخدش بطولات غير لما بنتوحد، اما ما بناخدش بطولات احنا بنكون بعاد عن بعض، بنكون مش حابين بعض، في ناس بتكره بعض، لكن احنا قدرنا نتجمع. فاما بنتجمع من القياده من فوق، من مثلا الرئيس مستشار مرتضى مع امير المشرف، مع الكوره، مع فيريرا، مع اللعيبه، دور اللعيبه معانا احنا كمحللين، مع الجماهير، توحد الجماهير ده هو اللي يجيب لك البطوله في الاخر. نادي الزمالك طول عمره كبير وهيفضل كبير ان شاء الله. بس انا نصيحتي لازم يا جماعه دايما نتوحد على حب نادي الزمالك الكيان وليس الاشخاص.